صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 63 لسنه 2022 باعاده تشكيل مجلس اداره بنك الاسكان. وذلك بناء على عرض وزير الاسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يعاد تشكيل مجلس اداره بنك الاسكان برئاسه وزير الاسكان والتخطيط العمراني وعضويه كل من محمد عبد الرحمن بوتشيري ريم عبد الغفار العلوي عيسى عبد الله زينل نبيل صالح عبد العال السيدة نجلاء محمد الشراوي مبارك نبيل مطر وعبد اللطيف خالد عبد اللطيف وبلسم علي السلمان وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد